السلام عليكم ورحمة الله. اليوم اللي نعطيكم كيكة المول العجيب لاباز ديالها اللي نعدلهم بحشوة الشوكولا. هاد الكيكة هذه فات لي عدلتها في الفيسبوك ولقات استحسان كبير من طرف الطفيلات. عن المقادير ديال هاد الكيك هذا، عندنا 3 البيضات. كنت في الاول كنعدل بيضتين في بداية تعلمي لهاد الوصفة هذه او لهاد المول هذا، التعامل مع هاد المول. الوصفة الأساسية كانت عندي فيها بيضتين، غير منين مع التجربة ومع المدة اكتشفت أن بيضتين كيعطوا واحد القياس في الكيك قليل جدا، وزدت بيضة على الحساب. إذا قلنا 3 البيضات، كاس ديال سنيدة، كاس فوق النص ديال الزيت، كاس ديال ياغورت بطعمة الفاني أو طعمة الموز، واحد ان ساشي فاني، واحد الفاني او قطرات ديال الفاني سائل، واحد شويه ديال الملح، خمارتين حمر او حمارتين خمر او الخميره الكيماويه، خميرتين كيماويتين من فئه 7 غرام، عفوا من فئه 8 غرام. عندي كوتشارتين كبارات من شوكولا فيرميسيل للتزيين، وعندي كاسين ونص، نفس الكاس ديال العبار، كاسين ونص عامرين، كاسين عامرين ونص ديال الفارين. والمول طبعا العجيب الغني عن التعريف، كل شيء عاد كيعرف. ده الطريقة شنهي لي نقبض البيض، خدمه مع الملح ونرجع لكم. خدمت هون البيض والملح لنزيد السكر ونزيد الفاني ونخلط، نضيف الزيت. كنخدموها بحال حد كيخدم الكيك العادي، ونضيف انا هاد الطريقه كنعاتها لكم، هاد الطرق المراحل كنعاتها لكم نزولا عند رغبه الطفيلات للمبتدئات اللي كيقولوا لي انتوا اللي باغي تعدلي لنا كيكه عدلي هنا بالتفاصيل. عقب منين نخدمه في الخلاط، صبهم في اناء ونضيف لهم الدقيق وخمارتين حمر، نخلطهم تتندمج العناصر. دان عقب من خلطت الدقيق مع الكيك ديالي حصلنا على هذا القوام. هذا اخر شيء اللي نعدلو، عقب من نطرح المول حدايا لهين نشتت هذا الفيرميسيل بالعجلة في عجالة من امري، نحركه بالشور باش ما يتلصلي، باش ما يخسر لي الديكوراسيون ديال الكيك اللي بغيت. إذا كثرنا له التحرك ولا خلطناه مع فارين اللي هي يطلصنا، وانا بغيته بحال هكا يبانو هكا حبيبات الشكلاط مع الكيك بحال هكا. صافي لي نخوي الكيك ديالي، كيك اللي عندنا في المول بهي الطريقه من الفوق، ونعدلها تطيب في الفور ونرجع لكم تشوفوا الكريمه اللي نعدلها. الكريمه اللي نعدلهم كريم باتيسير عاديه جدا وشوكولا. نحاول نقاد السائل، صافي نعدلها طيب. بالنسبه للكريم اللي نعدل معاكم، كريم باتيسير اللي نعدل معاكم، اللي نعدل فيه هون نص لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب او ما يعادل نصف لتر ديال الماء، وثلث كواتشير ديال الحليب غبرة بالنسبة للناس اللي عندها الحليب غبرة وكتستعمله بلا ما تشري. ما عرفتش واش شايفين القياس ديال، شايفين القياس ديال الحليب، كوتشارة كبيرة 3 كواتشير بهذه الطريقة هذه. يعني 3 كواتشير نعطيكم القياس ديال
ديال الحليب بودره، واللي ما عنده حليب بودره تعوضوا بالسيترو ديال الحليب. انا هون غير بالنسبه للطفيلات كيقولوا لك الحليب ديال الغبره، كيقولوا ليش فاش كتستعمليه كتشريه بزاف فاش كتستعمليه، انا كنستعمله في هاد لي كريم هاد. كل نص سيترو ديال الحليب مع 3 كواتشر ديال نيدو كبارات او الحليب المجفف كبارات. السكر هون حسب الذوق، انا درت هون 3 كواتشر كبار. عندي كوتشاره كبيره ديال الكاكاو، بودره الكاكاو، وكوتشاره صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان للتنسيم. وعندي هون هذه زايدتها، عندي 4 من 4 حتى على حساب لوكو ديال حبات شوكولا عاديين، 4 القطع. انا درت هون 8 بيت تركه كيبغوا الشكلاط. وعندي 3 كواتشر ديال لا كريم باتيسير. انا لا كريم باتيسير ماني معدلتها، عندي هذه ما بقى لها والو، لا يتوفى لمده الصلاحيه ديالها، بغيت نستعملها الجود موجود. كتجي زينه بالنسبه للطفيلات اللي عندهم يستعملوها، بالنسبه للطفيلات ما عندهم يديروا في بلاصتها 3 كواتشر ديال كريم باتيسير. هذه اون كريم ديسير بحال كريم باتيسير بالكاكاو. اذا الطريقه شنو هي؟ الماء بارد، خلط معاه نيدو، حليب، غبرة، سكر. انا اكسبري دايرتها هنا، بغيتها مسوسه شوي باش ديك الحلاوه اللي في الكيكه تجي مع القياس ديال نحركهم باردين. نضيف الساشي، طبعا كل شيء بارد. إذا من حسيت أنهم اندمجوا نزيدهم الشكلاط ونعدلو فوق النار حتى نحركو لين نحصل على كريمة. غير ملي نديرو فوق النار لين طيب لي الكيكة. الكيك راعيه وجد، ليه نغطيه هون ولا هنا نطيب الكريمة اللي قلت لكم. بالنسبة للكريمة درتها فوق النار، قدي عليها درجة حرارة متوسطة لين تم نحركها لين يذوب لي الشكلاط وتماسك عندي العناصر ويصبح عندي واحد الخليط كريمي. دانا عقب من تمينا نحركو لين اختارت لاكريم كي شفتو، نصبها مباشرة على الكيك ونقدمها لكم. نخليها تبرد تماما ونقدمها لكم. كيك راعيه برد اللي نزينه هون. بالنسبه للتزيين كل اخت تزين بالطريقه اللي بغات، بغيت تقدمي كيفاه تقدمي. التزيين على كل ذوق وحده وكل اللي عندها موجود. انا هون اللي نزينها بسكر كلاصي ونزينها بلوز شوي ديال اللوز فيلي اللي حمرته شوي والنباج. الخطوه اللي نعدل شنو هي؟ اللي ندهن هذا الحاشيه هذه ندهنها بالنباج باش نثبت هذاك اللوز. وراه ندردر اللوز في هاي الحاشيه بهاي الطريقه.
نحاول ندير لي كيفات باش اللي طاح لي يطيح لي على برا ما يطيح على الداخل. لنواصل العمليه ونرجع لكم. بنعقب منين عدلت هاك اللوز فيلي على زر اللي نعدل هون هذه الخطوه، نحاول نقادها نجيبها متقاده باش تجيني الزواقه متقاده. وندير ده عليها سكر كلاصي سبيسيال باش يعطيني هذاك الشكل، ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي. الكيك اللي عدلت معاكم اليوم راعيه هو هذا واجد. هذه هي الديكوراسيون اللي طرحته بها. بالنسبه لهذا القوام ديال الكيكه راكم شفتوا كيفاش، هذا هو شكلها النهائي. ما عليا هوني الا نقطع منها طرف باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل. بسم الله شفتوها كيفاش خفيفه. اللي بغى هاد لاصوص هذا يزيد يعود اكثر تماسك، انا كنبغيه بحال هكا، يزيدوا كوتشارتين ديال مايزينا. بسم الله شفتوا الكيكه كيفاش دايره من الداخل، وشكلها هو هذا. وسمحوا لي على الفيديوهات الا كنطولهم، انا ما كنبغي نعطي شي حاجه الا شي حاجه معدلتها، وكنبغي نعطيها بنصائحها كامل اللي كنعدل. واني بكم الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم، ما تنساوني في لي لايك، ما تنساوني في لابوني. واني بكم، خليتكم مع الى حلقه قادمه ان شاء الله.